عشان نكمل الديليت بتاعتنا انا هجرب بس على البوست مان كمان شويه او نعمل على طول كده الريكوست بتاع الديليت بس اتاكد منه هو اصلا ممكن نعمله ان هو يكون برودكت على برودكت ومبعوت في البادي الاندر سكور اي دي وبالتالي دي انا كده محتاج اندر سكور اي دي ان هو يبعت تمام وممكن يكون مبعوت على اليو ار ال اللي بتبعت الاي دي انا ما اعرفش بس عموما انا عندي اصلا في الموديل بتاعي كنا ناسين الاندر سكور اي دي ماشي عامل حساب وانا هزوده في الموديل فيبقى ايه هعمل اندر سكور اي دي وده برده سترينج وكومن كده بقى عندي في الموديل بتاعي الاندر سكور اي دي والاي دي والنيم والكاتيجوري والديسكربشن والبرايس زودت حاجه في البرودكت كموديل طبعا هضرب الفيو موديل ليه هضرب الفيو موديل اروح على طول لانك انت بقى كنت بتجيب الاي دي والنيم والكاتيجوري والديسكربشن والبرايس وانت اصلا برايس ده سترينج هو طبعا شايف البرايس غلط فاقول له لان احنا كان عندنا كمان الاندر سكور اي دي انا هزود الاندر سكور اي دي املاه بالبيانات عادي زي ما الاندر سكور اي دي والاي دي والنيم والكاتيجوري والديسكربشن والبرايس كده مظبوط ما فيش مشكلة خلاص كده احنا ضبطنا الايه الحتة دي ننزل بقى تحت خالص كده في الديليت كان ناقص البارامترز دي البارامترز دي ماشي هنظبطها طبعا انا ممكن اشتغل اكتر مقصود لكن هل في حاجة تانية؟ المين اكتيفيتي المين اكتيفيتي تمام اللي هو هاف فيو برودكتس اكتيفيتي فيو برودكتس اكتيفيتي كان عندي اللود اصلا مش محتاجه اساسا اللود كان لانها من الفيو برودكتس اكتيفيتي لانها فور فيو موديل صح؟ طب ده المين اكتيفيتي اللي عندي تمام مفيش اي مشاكل خلاص كده ما فضلش غير بس الايه الارجمنتس او البارامترز الموجوده عندي والديليت بتبعت الاي دي تعالى بقى الاي دي بقى بتبعت الاي دي ونقطه طالعه كون هي طالعه كنت بعرف الاي دي والنيم صح؟ المره دي نقول لا ابعت لي الاندر سكور اي دي لان انا بمسح بالاندر سكور اي دي بدل الاي دي خدتني بالك؟ يبقى كده اصلا اللي كان بيجيب من فندق عليه يبعت الاندر سكور اي دي مش الاي دي وانا كده لما اجي ابعت للديليت برودكت ابعت له الاندر سكور اي دي كده تمام خلاص طبعا ممكن اعمل برضه زي ما قلت لكم انا هنا هستقبل الاي دي او اسميه الاندر سكور اي دي زي ما انا عايز واكون ان انا الجيسون اوبجكت او اكونه قبل هناك في الجيسون اوبجكت وابعته كله على بعضه هنا يعني شوف احنا كده كانوا كنا في الاب بنبعت الجيسون اوبجكت كله خلاص بنبعت يعني الاب برودكت مالهاش دعوه بيه الا الجيسون اوبجكت اللي عايز تحسب على اساسه فانا ممكن اقول له خلاص في الديليت اوبجكت فانا ببعت الاندر سكور اي دي اللي هيبعت لي ليه؟ ابعته لي كجيسون اوبجكت خلاص وانا هستعمله بقى واعمل عمليه الديليت ده اسلوب على فكره يعني ممكن الديليت تبقى كده عندك في الاي بي اي وهتشوف اسلوب ثاني كمان شويه اللي هو بتاع لو انا عايز ابعت اليو ار ال طيب انا على مو هرجع للبرودكت ليست ادابتر واللي هو بعد الاندر سكور اي دي ممكن اكون هنا بقى الايه الجزء بتاع البارامترز بتاعتي البارامز فهقول له لا انا عايز بس حته البارامز بس من غير التيمبر من غير فانكشن من الكلام ده كله بس بارامز الجيسون اوبجكت وعملت بوت هو الاندر سكور اي دي هو الاندر سكور اي دي وابعت بقى البارامز على طول مره واحده خلاص ابعت البارامز او ابعت الاي دي واعمل نفس السطرين دول فين؟ في الاد هناك في الديليت هناك في للاسف الديليت هناك في الديليت برودكت شو مش فارق الاسلوبين مش فارق قلت له برودكت في مود الديليت برودكت بعت له ريجن بارمز فكده لو رجعت للفي مود الديليت اهي بارمز بعت له المفروض ان هو يبدا ايه يعمل عمليه الديليت تمام 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 كنت بعرف الجراب طبعا تمام هنا بقى لو انا هعمل الاسلوب الثاني لو انا اصلا اليو ار ال اللي هو بيديه عمليه الديليت عليها يعني برودكت وفي سلاش والاي دي وده اسلوب التاج ده السبب دي بقى ايه لو انا عامل كده هزود على الديليت برودكت يو ار ال وعامل سلاش وبعته للبارز وجيت سترينج واخد منها بس الاندر سكور اي فكده هيجيب لك الديليت يو ار ال ويو ار اي وبعديها يسلمك مين الاندر سكور اي دي بس سلاش الاندر سكور اي دي اسلوب التاني في الحاله دي البارز هتبقى ايه؟ هتبقى نل مفيش بقى بادي بيبعد مع الديليت خدت بالك ده عندك الاسلوبين بالشكل ده فكده ده بالنسبه لي ده الايه الاسلوب الايه الاسلوب الاول فكده الحاله دي دي حاله ودي حاله شوف انت الكود بتاعك ماشي ازاي على حسب الاي بي اي اللي انت بانيها انا بانيها مثلا دلوقتي على اللي هو اليو ار ال اللي من فوق فلو دخلت على البرودكت ليست وقررنا ديليت الزيرو ده تو ديليت قال ان هو ديليت السكسسفول بتاعك اطلع بره وارجع تاني على الليست لقيته مسحه طب اعمل ديليت التاني واقول له يس قال ان هو ديليتد تمام مضطر ارجع بره واخش انت انا لو عايز اعمل ريفريشنج على طول
تمام، مش محتاج ان انا ارجع يعني، عايز اطلع وارجع اطلع وارجع عشان اقدر اعمل ديليت. تمام، لكن هو لايك كده ديليت شغال،